أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف هوتيل أن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يقود نشاطا خبيثا وتوسعيا للنظام الإيراني في المنطقة. ونقل حساب تويتر الرسمي التابع للقيادة المركزية الأمريكية عن فوتيل قوله: إنه من الواضح أن فيلق القدس بقيادة قاسم سليماني يشن حملة خبيثة وموسعة في المنطقة، بما في ذلك في سوريا والعراق ولبنان والبحرين واليمن. وأضاف أن هذه الأنشطة الخبيثة والمزعزعة للاستقرار تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وهي ليست في مصلحة الشعب الإيراني. وتأتي هذه التصريحات وسط تزايد القلق الدولي إزاء تهديدات إيران بالقيام بعمليات إرهابية حول العالم، ردا على العقوبات الأمريكية بدءا من تهديد الملاحة في الخليج ومرورا بالإيعاز لميليشياتها في المنطقة لتنفيذ أجندات إرهابية، وصولا إلى تحضيرها لهجمات سبرانية ضد مصالح غربية وإقليمية.